ما زلنا معكم من داخل احد القصور في بلدة عمشيت الجبالية، حيث عقد قبل قليل لقاء بين رئيس تيار المرد الوزير السابق سليمان فرنجية واحد الوسطاء الذين يسعون لتحقيق المصالحة بين فرنجية ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي وصل قبل قليل الى هذا المنزل بالذات وهو يعقد في الداخل في هذه اللحظات لقاء مع الوسيط نفسه. وقد علمنا من بعض المصادر الموثوقة المتابعة للتحضيرات للمصالحة المسيحية ان هذا اللقاء مخصص لتذليل بعض العقبات الأخيرة التي ما زالت. مشاهدينا، يبدو أن اللقاء انتهى بين الوسيط وبين دكتور سمير جعجع. دكتور جعجع، شو بتحب تقول قبل المصالحة التاريخية؟ بنهاية المطاف، بما أني بمثل 80% من المسيحية، مش العماد مش العون بمثل أكثرية المسيحية؟ طبعا لا، لأنه امبارح عملت إحصاء دقيق وكامل وشامل مزايا عفوا وشامل، وتبين أنه 80% من المسيحية هني معي. 80%؟ وين صار هالإحصاء؟ طبعا امبارح بالهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية عادنا اجتماع، و80% من الاعضاء صوتوا للالي، مما يدل انه 80% المسيحيه هن مع الدكتور سمير جعجع. انه معقول تتم المصالحه المسيحيه تطوى صفحه الماضي نهائيا؟ طبعا طبعا، ما بقى يجوز نكفي بالريتم اللي نحن ماشيين فيه. بنهايه المطاف سليمان بيك فرنجي هو خي وصديق وعزيز، وبالطبع بعد ما اعتذر لي عن كل الاساءات اللي تعرض لي فيها بالسابق وقدام كل الناس، انا ما في الا مسامحه. طبعا انا زلمي مسيحي ومؤمن لابعد حدود، مثل ما بقول سيدنا، ماني مثل الجنرال عون شيعي مسيحي. وبدي اذكره لسليمان بيك انه كل اهل صغيرته هن بحمايه القوات اللبنانيه. نعم دكتور جعجع، سؤال اخير. اذا بتريد سليم المسيح معك يا سليمان بيك. يعني يا حبيبي يا سمير يا جعجع، يعني ما تتصور قدي مشتاقلك. يعني انا 11 سنة اللي حابس الدمعة بعيني، يعني لو ما لعبوا الحياة ما مثل السيارة كانت. وحق سيد غرد انه هيدي اجمل هدية بحياتي. يعني عشوائي راح انسى يوم عرسي انا وريما. طيب في عندك شروط يا سليمان بيك؟ يعني اخر شيء انا ما عندي شروط يا حكيم، انا بدي الستره والرضا. يعني انت شروط اوليات. هل بتقبل بالتخلي عن حضور العماد عون لهالمصافحه التاريخيه بيني وبينك؟ يعني اخر شيء اكيد بقبل، ولو ما بقبل شو عم بعمل هون؟ طيب هل بتقبل بحضور زعيمه مسيحيي الكره الارضيه الست نايله معوض تحضر هالمصافحه التاريخيه هيدي؟ يعني اكيد، يعني اللي قال له الست نايله على راسه وعلى عين بس 10 بده يكون ابنها مشي معه، الا مشي ما له معه المصالحه بتتم. طيب هل بتقبل تعيين سمير فرنجي زعيم للمرد؟ 100%. الله يخليك، هيدي كلمه 100% هي للدكتور سمير جعجع. اذا بتريد تخليك بكلمه بدي اقول لك شغله. يعني بدي اقول شغله بس ما بعرف شو بدي اقول. يعني انا اللي بدي اقول لك شغله، وعندي طلب صغير وبسيط. بدي منك يا سليمان بيك، قبل ما تطلع باي مقابله صحفيه او تلفزيونيه، بدي اياك تعد العشرة قبل ما تطرقني نشره. يعني 10 قبل النشره؟ لا 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 لا، 10 بعد النشره. 10 بعد النشره، حلو، حبيته. 10 بعد النشره. بالتالي في عندي طلب بسيط، بدي منك تعتذر قدام كل اللبنانيين عن الإصابة اللي تعرضت لها إيدي وقت كنت بأهدن. عم تحلم. طيب فإذا خلينا نتصافح ونتصالح. أي وينك يا سليمان بيك؟ وينك دكتور جعجع؟ دكتور جعجع، عادين إيدك. اليوم وصل الشيخ سعد بالبوسطة تبعه وناطرك. انتبه اذا بتتاخر بيركب الشيخ امين محلك. كان حلم. ما قلت انا جوز عربان عنكزي، كنا انصلحنا عنكزي، خلصت 2008 ما تحقق حلمي. ان شاء الله بتنعاد عليكم، بس مش مثل ما انعادت عليّ.